ما عندكش فكره عن قوه الانسان اللامحدوده اللي ادها لنا الله سبحانه وتعالى. في منتهى الروعه نشاطات يومك لازم تكون متغيره. بتعمل ايه لصحتك؟ بتعمل ايه لله سبحانه وتعالى؟ بتعمل ايه لروحانيتك؟ بتعمل ايه لنفسك؟ بتعمل ايه لاولادك؟ بتعمل ايه؟ لو ما بتعملش حاجه هتكتئب. فايه خامس حاجه؟ الانجاز. الانجاز محتاج ينجز، الانسان محتاج ينجز. وسادس حاجه التغيير. يبقى طاقه الانسان لو توصل بلد تولد كهرباء لمده اسبوع بكام دول؟ 85 مليار دولار. يعني كل واحد ماشي في الشارع ملياردير بس بالطاقه. فلما حد يقول لك انا مكتئب، يا راجل بلاخيه بسكت، مكتئب ايه وبتاع ايه؟ ده انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. قدرات في معجزات في معجزات. انت عندك الكبد بياخد السكر ويوزعه ويجي للمخ جلوكوز ويحول للجلايكوجين، الطحال يوزع لك الدم. معجزات في معجزات. انت اللي مزعلك؟ ايه اللي مضايقك؟ واحد ولا حاجه؟ ولا هو كان فقير؟ لو اتكلم على الناس من بره، حد يقول لك الناجحين حظهم كويس؟ طبعا حظه كويس. اولا عارف هو رايح فين، بيكتب اهدافه، بيخطط لها، بيقع يقف، يقع يقف، يقع يقف، يصحى بدري وانت ماشي. فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش. وبعدين يقول لك ده محظوظ. طبعا محظوظ، طبعا، لانه بينجذب الى الحظ من نفس النوع. انت قاعد في البيت، لما حد يقول لي ازاي انا قاعد بقى في البيت وان الله مع الصابرين، هتستنى كتير هتموت من جوع شويه. فبص تلاقي ان اول حاجه توكل على الله سبحانه وتعالى، الاخلاق العاليه. بعدين على طول يكون عندك اهداف، من الاهداف تبدا تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقه صغيره. كنت اقراها كل يوم قبل ما انام، واقراها كل يوم اول ما اقوم من النوم، وكل يوم اتحرك خطوه صغيره على الاقل عشان احقق هدفي. فده اللي انا بقوله، ان الاحلام باستمرار بتتحقق، الاهداف باستمرار بتتحقق. كل ما في الامر انت لانهي درجه وصلت المرحله انك ما تسيبش هدفك ابدا، ما تسيبش حلمك ابدا. صح. لو التخطيط مش مظبوط بيكون عندنا تخطيط مختلف، بنبدا نراجع، بنقيم، بنعدل، لكن مش ممكن اسيب الهدف، لازم اوصل له. لان اذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه، ليه لا انا وانت؟ فاذا كان حد عملها قبل كده يبقى انت احسن، لو حدش عملها يبقى انت الاول. فالواحد لما يفكر بهذا الاسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. فده اللي انا بعمله باستمرار. يا دلوقتي انا عندي اهداف. قبل ما تنام بالليل اعمل لسته، ايه الحاجات اللي عملتها النهارده صح؟ وايه الحاجات اللي عملتها النهارده غلط؟ ولو الله سبحانه وتعالى اديني يوم جديد اعمله تاني احسن من كده ازاي؟ فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه، وايه اللي صح وتحسنه كمان. فيوم الجديد فباستمرار بتقيم، باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار، وده اللي انا بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي، ما انت بتشتكي مش بتشتكي؟ طب خلال ما انت بتشتكي بتحقق هدفك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى، لانك خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك انت، سايق سيارتك انت، عايش في فيلتك انت، مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجه يمكن اللي انت عايز تتجوزها، الله اعلم. لازم تاخد بالك، في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه. فانا ما ضيعش وقت في كلام الفارغ. الوقت انت عارف فيه مثلا يقول لك ازاي؟ كل يوم يصبح فيه الانسان يقول انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني، لان لا ولن اعود الى يوم القياده. يوم القيامه يا اما هشهد معاك يا اما هشهد ضدك، عشان يمكن سمعت كده تقول عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. انا كده ما ضيعش لحظه في حياتي. لو عايز اتفرج على حلقه الحاكم متولي واشوف اربع ستات، يمكن يكون عندي اربع ستات انا كمان في يوم من الايام، فشوف بيعمل ايه ده. انا اتفرجت على التلفزيون، بعد ما اخلص اقفله، وإلا انا بضيع وقتي على الفاضي، ما بعملش حاجه، ما بنتجش، انا بس عمال اتفرج. بتفرج على ايه؟ ولا حاجه، بس بتبص، فبضيع وقتك على الفاضي. انا ما بضيعش وقتي. كل اسبوع عندي 7 كتب لازم اقراهم. كتاب يوميا على طول، كل في كتاب يوميا، القراءه السريعه. عندك قدره استيعاب؟ طبعا. اديني اي كتاب اخلصه لك في ساعتين، وبعدين اسالني زي ما انت عايز. ده مش كده وبس، ده انا كمان بطيء بالنسبه للسرعه العالميه. يعني في ناس ممكن تقرا الكتاب كله في اقل من، ما فيش كتاب كله اقل من 3 4 دقائق. في النهارده القراءه السريعه، القراءه التصويريه، القراءه بالكوانتم. فتعلم الحاجات دي، ما تقعدش مثلا واحد يقول لي يا راجل معقوله انت تعرف الحاجات دي؟ طب بتحكم عليها ليه؟ ما تحكمش على حاجه وانت ما بتعرفهاش. فانت بتضيع وقتك، ممكن تقعد تقرا كتاب في 30 يوم انا هخلصه في ساعتين، انت بتضيع وقتك على الفاضي. فتبص تلاقي باستمرار. انا من النوع اللي ما بضيعش وقتي. وطبعا في فرق، انت عارف انا اول ما بدات اتكلم في برنامج من البرامج التلفزيونية قال لي الدكتور الأنا دي، الأنا دي اللي أنا كنت بقى بتكلم على حب الذات وحب النفس، قالوا لي مش معقول، والأنا دي أنا سلبية وغرة، اللهم أعوذ بالله مش من الأنا وكلام ده كله. في الأنا، الأنا نية، والأنا اللامنتهية. الأنا نية ما فيش إلا أنا، الأنا اللامنتهية معجزات في معجزات في معجزات من الله سبحانه وتعالى. فأنت بتحب الله عز وجل فبتحب معجزاته، بتحب هداياه اللي أنت تعرف. معظم الناس ما بيتقبلش نفسه، ما بيحبش الشخصية دي،
ما بيحبش الشكل ده. اسأل اي حد، بتحب مناخيرك؟ بتحب ودانك؟ بتحب عينيك؟ بتبص في المرايه وتقول لنفسك ايه؟ لو انا مش مبسوط من نفسي هسألك سؤال، اول مره سمعت صوتك حبيته؟ اول مره ما انبسطتش منه مش كده؟ لان كلنا متعودين نسمع صوتنا من جوه لبره، ففاكر نفسك ام كلثوم سوبرانو اخر حلاوه، وبعدين تسمعه من بره لجوه، روح تكتشف ان في ضفدعة عايشه معاه بقالها سنين. عارف لو انا مش مبسوط من صوتي يبقى الناس تنبسط منه ليه؟ فده ضعف في تقدير الذاتي، ان انا مش متقبل حاجه فيا، يبقى لازم اتعود على صوتي، لازم اتمرن، لازم لغايه ما ارتاح لصوتي. لان لو ما ارتاحش لصوتي همشي في الدنيا وفي حاجه مش مريحاني. انا بالنسبه لي انا عارف هدفي فين، بكتب له اسبابه، بتكل على الله سبحانه وتعالى، مش ممكن هسيب هدفي، هكون مرن في اسلوبي، هكون ملتزم بهدفي لغايه امتى؟ لغايه ما احققه. المؤثرات الخارجيه لا تؤثر في الانسان، تخليه اقوى. فممكن تكون نفسك تعمل حاجه طول عمرك، ولما توصل هناك تلاقي في حاجه تانية مستنياك. فما تزعلش، ما تقعدش ترجع تعمل نفس الشيء نفس الشيء القديم، حتى نفسك بقيت بتبقى تعيس. ماشي في الدنيا عارف انا رايح فين، عندي اهداف بحطها في الفعل. ايه وقفك؟ انت توقف نفسك، ما حدش ممكن يوقفك. المؤثر الخارجي في حكمة هندية بتقول لك ايه، المؤثرات الخارجية لا تؤثر في الانسان ولكن تظهر ما بداخله. ده انت ربنا خلقك احسن مخلوق، خلقت الانسان في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما، وادالك مخ اغلى خلق الله عليه، وادالك هديه، عاوز ايه تاني؟ ادالك الجذور. لكن الناس بتدعي للمحصول، يا رب اديني فلوس، يا رب اديني، ما عندك الجذور ما تروح تجيبها. عارف ازاي؟ ما بتعملش حاجه. ربنا سبحانه قال لك وقول اعماله الاول، وقول اعماله فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وان الله لجاء اجر مع احسن عمله. وقول اعماله مش وقول اقعده، هي مش كده. فواحد يقول لك انا عايز حاجه تانية، واحد يقول لك اديني حظ ورمين البحر، تساله تعرف تعوم؟ يقول لك لا، يبقى سمك هيتعشى. الانسان لما يفكر يبقى متاكد. لما حد يسالني عندك كم سنه اقول له اسالني عندك كم صديق، لان انا بعدت سنين بعد الاصدقاء اللي انا بعملهم حوالين العالم. عارف ازاي؟ فالجزء الاجتماعي اخر مره عزمت الناس فيه انت في حبك لله، بتعزمهم حب في الله. اخر مره انت تعزمت فيها انت، انت عارف في رمضان لو الشخص، عارف الشخص اللي هو من نوع كئيب، تلاقي الناس كلها في رمضان يعزموا بعض على الفطار وهو لا، خلاص اتوزعوا 30 يوم وهو لا، يقول لك الناس دول مش حلوين. انت اللي مكتئب، انت كل ما تقعد تتكلم في الاكتئاب فبتعقدهم، ما حدش عاوز يتعقد خصوصا في الشهر ده. فتلاقي لو الناس بتعزمك، الناس تحب تكون حواليك، الناس بتحبك، دي هديه من الله سبحانه. الجزء الاجتماعي، بعد كده الجزء المهني، اخبارك ايه في شغلتك؟ تاكل. لكن معظم الناس تعملها تلقائيا، فانت عايز اول حاجه عايز البقاء، تاني حاجه عايز ضمان هذا البقاء، عايز تضمن لنفسك الوظيفه اللي انت فيها، الاكل اللي انت فيه. الناس بتنزل تشتري اكل، بتشتري اكل كتير ليه؟ من غير ما افكر عاوز يضمن بقائه، خوفا من المستقبل. يشتري اكل، انت بتشتري مثلا معلبات، بتشتري 10 ليه؟ ما واحده كفايه عشان النهارده، لا انت عايز النهارده وبكره وبعده وبعده، عايز تطمن على نفسك. فكل واحد فينا بيعملها تلقائيا من غير ما افكر، عايز تضمن وظيفتك، عايز تضمن بقائك، عايز تضمن عيلتك، عايز تضمن بيتك، ضمان البقاء. دي من اسباب الحاجات ان الخوف، لان الخوف المرضي طبعا الخوف الطبيعي اللي كلنا موافقين عليه، خوف طبيعي كلنا موافقين عليه. لو هجم علينا اسد دلوقتي كلنا هنجري، كلنا موافقين عليه، مظبوط؟ زي ما انت سمعتني قبل كده النداله نص الجدعانه، كله انا اول واحد حجري. فتبص تلاقي لما ده بقاء، فهنا كلنا موافقين على هذا الخوف. لكن خوف من التحدث امام الجمهور، خوف من المرتفعات، خوف من الظلام، خوف من الحشرات، خوف من الحيوانات، ده خوف في ناس محدده هم بس خايفين منه، وده خوف مش طبيعي، يبقى ده خوف مرضي لازم يتعالج. فالوقتي احتياجاتنا اول حاجه البقاء، تاني حاجه ضمان البقاء، تالت حاجه ان احنا نحب ونتحب. مهم جدا، لازم. ولو ما تتحبش، ولو مش حاسس انك محبوب، الانسان يبقى غير متزن ويهجس اخر هجس. عشان كده معظم الجرائم مخصوص بسبب ناس حاسه انها مش محبوبه. فدي تالت حاجه، انك تحب وتتحب. انت ممكن تاكل نفس الاكل كل يوم، ممكن تلبس نفس اللبس كل يوم، لكن عاوز تغير. الانسان لما ما يتغيرش يتجنن. انت عارف لو عندك بحر وقفت على شويه ميه وخرجت منها، وقفت تاني على الميه، وقفت على ميه مختلفه، لان الميه بتمشي. لو بصيت في السماء وبعدين غمضت عينيك وبصيت تاني هتشوف سحاب تاني، لان السحاب بيمشي. كل حاجه في الدنيا بتتحرك. فلو الشخص مش عاوز يتغير هيتجنن، لان انت سنك زاد يوم عن امبارح، فكل حاجه بتتحرك وانت لا، لكن انت بتتحرك معاها من غير ما تحس، فمحتاجين تغيير. واخر حاجه اللي هي السبب في اكتر من 90% من الانتحار في العالم، المعنى. ان الشخص يلاقي معنى لحياته. ممكن يكون عندي بقاء وعندي ضمانه، حاسس ان انا محبوب وحاسس ان انا متقدر ومعايا فلوس وعندي كل اللي انا عايزه،
لكن مش لاقي معنى لحياتي، مش عارف انا قايم ليه، مش عارف انا بشتغل ليه، مش عارف انا عمال انفخ في اربع مطوع، اللي انا بعمله ده ملوش معنى. طالما حاسس ان انا ما عنديش معنى، هتروح رايح لقبلها، مش عاوز اغير. هتروح لقبلها انجازات ايه وبتاع ايه، هروح لقبلها ولا تقدير ولا بتاع، هروح لقبلها مش محبوب. تلاقي نفسك وصلت لغايه البقاء. الجزء المادي، الفلوس طاقه ارضيه. لما تسال اي حد عايز يقولك عايز فلوس، الفلوس تحت تشدك لتحت. لو انت روحاني، تفكيرك روحاني، احاسيسك روحانيه، لما تجيلك الفلوس بتعرف ازاي تستغلها صح، بتعرف ازاي انك تستحقها، اما بنعمه ربك فحدث. ربنا عاوز يشوف نعمته عليك، شوف نعمته عليك، عاوزك تتحدث عنها من غير ما تكون بتفتخر، وفي نفس الوقت تخلي الدايره تلف وتساعد الاخرين، كده توصل للاتزان. لما انا عندي السبعه دول، طب ازاي افتكرهم؟ قبل ما تنام بالليل اسال نفسك، انا فين في السبعه دول؟ لو اديت اكتر في الجزء المهني، اخباري مع اولادي ايه؟ لو اديت اكتر في الجزء العائلي، اخباري مع زوجتي ايه؟ اديت اكتر في حياتي الزوجيه، اخباري مع اصحابي ايه؟ اخباري مع شغلتي ايه؟ فانت يوميا بيحصل تقييم يومي عشان امشي متزن، لانك بتعملهم كلهم كل يوم anyway. بتعملهم كل يوم، كل يوم بتطلب حاجات من الله سبحانه وتعالى، كل يوم بتصلي، طب صلي صح، كل يوم بتتعامل مع ناس، طب اتعامل معاهم صح، كل يوم بتشتغل شغل، اشتغل خليك احسن حاجه في شغلتك، كل يوم عاوز تنتج، انتج احسن انتاج، كل يوم مع العيله، كل يوم مع الاصدقاء، خليك احسن حاجه. فانت بتسيب الناس احسن ما سبتهم عليه، لان الناس كلها بتدور عليه. هتلاقي الماده والفلوس تنجذب اليك بقانون الرجوع. قانون الرجوع لالواد ريتور او ذا لا اوف ريتورن، بيقول لك الحاجه اللي تحذفها ترجع لك بنفس النوع، تحذفها فوق تنزل لك بنفس السرعه. ادي القوه في قانون الرجوع. فلما تبعد حب يرجع لك حب، لما تبعد تسامح يرجع لك تسامح، لما تبعد احباط واكتئاب وقلق وتوتر يرجع لك انت من نفس النوع، ويتعبك انت اكتر من اي حد تاني، وبعدين تصرخ وتخرج تدور على حبايه او حد يساعدك. ان الله لا يغار ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، التغيير من جواك مش من العالم الخارجي. الاول ادي شجره، اعتبرت دي شجره قدامك، شجره العلاقات الزوجيه. تحت خالص الجذور اول حاجه فيها الحب، بعدها على طول التقبل، تتقبل نفسك والشخص الاخر زي ما هو. مفيش حب مشترك، لازم تعمل كده عشان انا اقبلك، لازم تتصرف كده عشان انا اقبلك. فانت عندك الحب، عندك التقبل، عندك الاحترام المتبادل، تحترم افكار الشخص الاخر، تحترم اراءه، وبعد كده الثقه، تثق فيه، تثق في قدراته. لما تعمل دول، طول ما انت ماشي ادي الشجره في روحها، هتبص ليها. لازم يكون في تضحيه، لازم يكون في تضحيه في بعض الاوقات. انت عارف انا بحب اقول للناس باستمرار، عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك، لان ممكن فعلا تكون اخر لحظه في حياتك. عيش الاول بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطابق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، باخلاق الانبياء، بعد كده عيش بالفعل، وعيش بالالتزام، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه.